الميران هو فرصة للقاء ولتبادل يعني ولقاءات إلى آخره بحضور دولي وعربي وإفريقي ومغربي. ما يعني ما هي الظروف اللي وفرتوها يعني من اجل توفير هذه سبل اللقاء ومن اجل يعني تكون هناك تبادل ثقافي وتلاقح ما بين الحضور؟ نعم، احنا كما تعلم قريب دوره الثامنه، وكل دوره كنستضيف ضيوف من خارج الوطن ومن اوروبا ومن اسيا، وكيجيونا لمدينة العرائش، وملي كنسولوهم شنو اللي كتلاحظوا في هذه المدينة هذه يقول لك مدينة رائعة، ودائما كيحاولوا دائما يتصلوا بنا كيقول لك دائما نكرروا هذه المدينة هذا. وكما تلاحظون في دولة قطر اللي هي هذه الدورة السابعة، الدورة السابعة اللي كتكون معنا هي حاضرة، من الدورة الثانية إلى الثامنة كتكون معنا حاضرة، وهذا العام غادي تكون دولة إسبانيا غادي تكون حتى هي حاضرة، ودولة الصين حتى هي، لأن اتصلوا بنا من سفارة جمهورية الصين وقالوا لنا إن شاء الله غادي يكون الوفد ديالو حاضر معنا، وبعض الدول الإفريقية إن شاء الله. وإن دل على شيء فإنما يدل على مدينة العرائش، فهي مدينة تستقطب الضيوف وترحب بهم، وسكان مدينة العرائش حتى هما كيضيفوا بالضيوف ديالو، وهذا كرم كيرجع لأهل المغرب. شكرا. نعم، العرائش هي أرض اللقاء وأرض الحوار وأرض الثقافات، شعار يتجسد على أرض الواقع بحضور متنوع دولي وإفريقي وعربي. نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه